حبايب قلبي، جيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض طريقه عمل الرز بلبن بوش. تمام، ازاي نعمله بوش؟ هنشوف كده مع بعض كل الاسرار. معايا كيلو من الحليب، الحليب اللي هو اللبن اللي هو اللي بنجيبه من عند اللبان، تمام، اللي هو البلدي مش المبستر. هاخد عليه نص كوبايه من الرز، نص كوبايه. انا بستعمل رز ايه؟ انا بستعمل رز الساعه ده، تمام، انضف نوع رز او الضحى، تمام. انا مش عايزه بقى الرز طالما جايباه نضيف جدا جدا بالشكل ده مش هغسله. ليه مش هغسله؟ علشان خاطر عايزاه احتفظ بالنشا بتاعته، تمام، عايزاه ينزل النشا بتاعته، لان احنا مش هنحط نشا في الرز، لما بيتغسل الرز بيفقد النشا بتاعته، تمام. كده انا حطيت نص كوبايه رز على كيلو اللبن، هغطي عليه واسيبهم لمده ساعه كامله، متغطي عليه مش هنحط على النار اي حاجه، هسيبه ساعه يبوش الرزايه وتشرب من اللبن، وبعد ساعه هبتدي ان انا اولع عليه النار، تمام. استنوا كده خطوه خطوه مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بعد ما عدى كده ساعه زي ما انتم شايفين، تمام، اهو واللبن كده، بصوا الرزايه شربت من اللبن ازاي اهي. هولع بقى عليها دلوقتي البوتاجاز عشان اسلق الرز بتاعي كويس قوي، تمام. هحط بقى ايه دلوقتي كمان معايا؟ هحط دلوقتي السكر، اهو ادي السكر انا حطيت كده اهو بالظبط كده معايا كوبايه، تمام، هيبقى لا حلو قوي ولا دلع، هيبقى مظبوط. نص كوبايه من اللي هو المج، نص مج من السكر، تمام، ويستحسن يكون السكر فاتح مش غامق علشان ما يغمقش معايا لون اللبن، تمام. معايا كمان ايه؟ معايا هنا اهو كيس كريم شانتي، تمام، كريم شانتي اهو، او 3 معالق كبار من الكريم شانتي اللي هو الخام، تمام، او لو بسكر برضو عادي مفيش مشكلة، يعني هيبقى 4 معالق بدل 3 معالق، تمام. هدوبه كده كويس قوي، كده احنا على البارد مش على السخن، لان اللبن بتاعي برد، تمام. هدوبه كويس قوي، وبعد كده نروح بقى على البوتاجاز نسلق الرز كويس قوي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اهو ادوبته كويس قوي، تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، تمام، ما بقاش فيه اي تكتلات اهي من الكريم شانتي. هنحطه بقى على نار هادية، عايزة الرز يستوي على نار هادية مش على نار عالية، نار هادية كده يستوي كويس قوي، وبعد كده نشوف برضو هنعمل ايه. بصوا كده بقى خلاص كده الرز معايا استوت، تمام، احنا مش هنضيف اي اضافات تاني، تمام، مش هنضيف اي حاجة. بصوا الرز معايا استوت اهي، تمام، بصوا الرز استوت ازاي اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. طالما خلاص الرز استوت معاكي يبقى خلاص بنطفي بقى على كده. ما بحطش انا فانيليا فيه، ليه بقى؟ عشان يبقى بتاع بره، بتاع بره ما بيبقاش فيه الريحة بتاعت الفانيليا، يعني بيبقى كده سادة خالص، تمام. اللون الخفيف اللي معانا مع الرز ده اللي هو مدي على لون كده اصفر شوية صغيرة، ده اللبن من القاع بتاع الحلة، يعني عشان اللبن دسم يعني ايه مش بيبقى شايط، بيديني كده زي تحميرة كده بسيطة من اللبن، تمام، انما هو مش لازق ولا اي حاجة، فده ده ما بشيلوش، ده انا بسيبه كده بيدي طعم حلو، يعني ما تقلقيش منه، ده من اللبن، القشرة بتاعت اللبن نفسه عشان اللبن دسم. هستنى عليه يهدى بقى شوية وهفضيه في بولات وهقولك بقى تعملي ايه عشان يعمل معاكي وش. الكمية اللي طلعت معايا من كيلو لبن، تمام، ادي 3 بولات صيني والباقي ازاز عادي، تمام. بصوا بقى كده انا استنيت لما هدي شوية، بعد ما يهدى بقى عشان يعمل معاكي وش هنعمل ايه. لو السلطانيات بتاعتك بتاعت الرز بلبن ليها غطا هتغطيه وتحطيه في التلاجة، وهنسيبه في التلاجة لمدة يوم كده، او على الاقل مثلا هنقول مثلا ايه، لو عاملاه بالليل هنستنى للصبح، لو عاملاه الصبح هنستنى بالليل، تمام، يعني يعدي على الاقل ايه بتاع 8 ساعات على الاقل، تمام، عشان يعمل معاكي الوش بتاعه الحلو ده. طيب لازم يتغطى، لو انا بقى ما عنديش غطا للسلطانيات بتاعتي دي، بصي باي غطا عندك، ما عندكيش يبقى بورق اللي هو الفويل ده او الورق الاسترتش، تمام، هنغطيها كده اهو وندخلها على التلاجة. طبعا عشان كده الكوبايات اللي هي بتاعت الرز بلبن اللي هي عند اللبان بتبقى بغطا، عرفتوا بقى الغطا لازمته ايه؟ الغطا هو اللي بيعمل معاكي الوش، تمام. لو انت عندك السلطانيات بتاعتك بغطا يبقى تمام، عندك كده من غير غطا
يبقى بأي بقى، بصي زي ما بقولك، ورق فويل، ورق استريتش، اي غطا عندك بلاستيك، لو عندك غطيان بتاعت الزبادي قديمه غطي بيها وحطيها في الثلاجه. تمام، هحطها بقى في الثلاجه وهوريها لكم ان شاء الله. بعد كده ما يعدي كده 8 ساعات هنعري الغطيان مع بعض ونشوف عمل الوش المضلع ده، عارفينه، هنشوفوا عمل الوش المضلع ده وبقى شكله ايه. استنوني، الرز بلبن بتاعنا اهو بعد ما حطيناه في الثلاجه، شايفين يا جماعه عامل ازاي؟ حاجه كده بألف هنا وشفها. بصوا بصوا عامل معانا ازاي كريمه، بصوا كريمه ازاي، حاجه كده بألف هنا وشفا، شايفين عامل ازاي؟ خطير، حلو جدا جدا جدا. تعالوا بقى نزوقه كده اهو، شويه مكسرات لو عندك بالشكل ده اهو، اي بقى مكسرات عندك تزوقيه. ده كده من ايه يعني، لسه كمان في طبقين تاني بس اتاكلوا بقى بألف هنا وشفا. دول بقى اللي اتبقوا بقى من بقية الكيلو، حاجة كده كريمة، حاجة كده بتدوب في بقك، طعم تاني خالص. اتمنى بقى تعملوه وتقولوا لي رأيكم فيه، هستنى تعليقاتكم وكومنتاتكم الحلوة. بصراحة انا مش مقاومة، عايزة اكمل بقية الطبق، حلو قوي قوي قوي. حطوا بقى لايك كتير كتير كتير، وهبهركم يعني، هبهركم حبيب قلبي جيجي، واستنوا مني لسه عندي مفاجآت كتير، وهنعمل رز بلبن فرن وحاجات حلوة قوي عشان الشتاء، استنوني حبيب قلبي جيجي.